9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تستمر الهدنة الإنسانية في غزة من خلال تسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي ضرورة إدخال مساعدات غذائية وطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك توافقا دوليا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين. وجدد الرئيس السيسي رفض مصر للتهجير أو لتصفية القضية الفلسطينية. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير أماكن آمنة في شمال قطاع غزة ووسطها وجنوبها تسمح بوجود الفلسطينيين من أهالي القطاع. قال الرئيس السيسي إن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وأن هذا الأمر كان نتيجة لظروف مختلفة عن الظروف الموجودة حاليا في قطاع غزة. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، أشار الرئيس السيسي إلى أن المرحلة الآنية أو العاجلة هي مرحلة احتواء التصعيد ومحاولة لتهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات، لافتا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 إلى 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر. أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الرئيس السيسي كلف بسرعة تنمية سيناء منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، وأطلق مشروعا قوميا متكاملا لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب لتشهد طفرة تنموية. وخلال مشاركة الحملة في فعالية صوت غزة من سيناء لدعم الشعب الفلسطيني، شدد رئيس الحملة الرسمية على موقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير وقتل المدنيين وحصار غزة والتضييق الأمني ومنع الخدمات عن أهلها. دخلت الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس يومها الثاني، وذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن سلطة الاحتلال تلقت قائمة بأسماء المحتجزين الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة حماس اليوم بعد إطلاق سراح 24 رهينة خلال اليوم الأول من الهدنة. وخلال اليوم الأول أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 39 معتقلا فلسطينيا، من بينهم 24 امرأة و15 طفلا عند سجن عوفر العسكري غرب رام الله، فيما أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا بعضهم يحمل جنسية أخرى، بالإضافة إلى 10 تايلانديين وفلبينية. وبموجب شروط الهدنة التي تمتد 4 أيام بين إسرائيل وحماس، سيتم إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا مقابل 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. احتفل آلاف الفلسطينيين في بلدة بيتونيا غرب رام الله بوصول الأسرى القُصّر الذين تم تحريرهم ضمن صفقة تبادل الأسرى في أول أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وردد الحشود هتافات مؤيدة لقطاع غزة ومنددة بالاحتلال وأخرى تحيي صمود الفلسطينيين في القطاع. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس واعتقلت عددا من الأشخاص. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البلوع. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الفرص حقيقية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس، معربا عن أمله في تحرير المواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس قريبا. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه هي البداية لما يتوقع أن يكون إطلاق المزيد من المحتجزين لدى حماس في الأيام المقبلة. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تفقد اليوم صورا التقطها قمر تجسس صناعي جديد لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون وقواعد عسكرية في هاواي، بالتزامن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أجروا اتصالا هاتفيا للتباحث بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الوزراء الثلاثة نددوا بعمليات الإطلاق التي نفذتها كوريا الشمالية في 21 من نوفمبر الجاري. وكانت كوريا الشمالية أعلنت تعليق الاتفاق الذي أبرمته مع كوريا الجنوبية عام 2018 بهدف خفض التوتر العسكري بعدما علقت كوريا الجنوبية الاتفاق جزئيا في وقت سابق. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.